حتى منذ البداية بناموسي هذا الشوط بشعار حميد بن سيف بن كعيب من يتابع هذا الانطلاق المثير. ومع المركز الثاني أراهني منصورة محمد بن صالح بن علي الحميري متابعا لانطلاقة منصورة. ومع المركز الثالث نتابع المركز الثالث مشاهدينا متابعين الكرام، وأرى التحديات في هذه اللحظات وأرى التسلل أيضا والقدوم مشاهدينا. المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام نتابع الطياره بشعار غلام بن موسى بن احمد مع صوغه اللي انطلقت مع المركز الثالث المظفر بن غلام بن موسى ايضا متابعا لهذا الانطلاق. ومع المركز الرابع الفايز يمع بن نافع الشدي المنصوري متابعا لهذا الانطلاق. وخامسا مشاهدينا متابعينا الكرام ارى التسلل من مزهون راشد بن مطر بن محمد بن ضبيعه الكتبي متابعا لانطلاقه مزهون. مع المركز الخامس سادسا التحديات ارى هني الشاهنيه مطر بن سالم بن عرطي الحميري متابعا لهذا الانطلاق المثير. ومع المركز السابع سابع التحديات منصور محمد بن صالح بن علي الحميري متابعا او ارى القدوم في هذه اللحظات عفوا مشاهدينا متابعينا الكرام من جلموده فهد بن عبد المحسن ال سليمان العجمي من اعلن هذا الانطلاق. ومع المركز الثامن التحديات لمناره سالم بن عبيد بن مبارك الحارثي. ومع المركز التاسع نعود مشاهدينا متابعينا الكرام مع شعله حمد بن سلطان بن درويش المنصوري. ومن الجانب الاخر مع المركز العاشر مخيفه لسيف بن يمعه بن خميس الغويص. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام ندان الأول وجولتنا الأولى مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة أيضا بناموس هذا الشوط. ولكن لنا عودة مع الصدارة، لنا عودة مع البداية، لنا عودة مع مقدمة هذا الشوط وشعاع على رأس الحربة منذ البداية تندفع بناموس هذا الشوط. حميد بن سيف بن كعيب من يتابع انطلاقة شعاع اللي منطلقة بالصدارة، منطلقة منذ البداية تقود هذه الجموع تتحدى الجميع هذا الانطلاق المثير والاندفاع الرائع على رأس الحربة. المركز الثاني التحديات ايضا من الفايزة ليمع بن نافع الشدي المنصوري من يتابع انطلاقة الفايزة. ومع المركز الثالث رهني منصورة لمحمد بن صالح بن علي الحميري متابعا لانطلاقة منصورة. والتحديات القادمة ايضا من الشاهنية مطر بن سالم بن عرطي الحميري متابعا ومنطلقا مع الشاهنية. مع المركز الرابع الكوكب رباعية على مقدمة هذا الشوط وبقيادة شعاع المنفردة منذ البداية المتحدية أيضا بهذا الانطلاق المثير وهذا الاندفاع الرائع. يا سلام يا سلام يا سلام، التحديات مثيرة والانطلاقات رائعة مشاهدينا متابعينا الكرام. ومع المركز الثاني أراهني الفايزة يمع بن نافع الشدي المنصوري من يتابع انطلاقة الفايزة. المركز الثالث أراهني منصورة تبحث عن الانتصار في هذا الشوط بهذا الشعار، شعار محمد بن صالح بن علي الحميري والشاهنية. تنطلق مع المركز الرابع مع التحدي الرائع لمطر بن سالم بن عرطي الحميري. نتابع المركز الخامس وأرى التسلل مشاهدينا متابعينا الكرام. أرى
القدوم من جلمودة لفهد بن عبد المحسن آل سليمان العجمي، ومن الجانب الآخر شعلة لحمد بن سلطان بن درويش المنصوري. ولكن لنا عودة مع لوحة الإعلان، لوحة التذكير، 1200 ما تبقى عن خط النهاية، والشعاع تنفرد 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 بناموس هذا الشوط منذ البداية منذ البداية. يار الشوط يار مع هذا الاندفاع المثير بالشعار حميد بن سيف بن كعيب، ولكن التحديات قادمة، الانطلاقات رائعة، التحديات المثيرة، والفايزة يمع بن نافع الشدي المنصوري. من يتابع انطلاقة الفايزة مع المركز الثاني، ثالث التحديات منصورة لمحمد بن صالح بن علي الحميري، وأراد تسلل أراد تسلل لشعله لحمد بن سلطان بن سيف المنصور. يا سلام صدرت الأوامر مبكرا في هذا الشوط، يا سلام التحديات مثيرة، وأرهني الفايزة أرى الفايزة انطلقت بالمقدمة انطلقت بالصدارة. التحديات المثيرة من شعاع من شعاع مع المركز الثاني، شعاع والفايزة، الفايزة وشعاع على المقدمة والصدارة. يا سلام يا سلام يا سلام التحديات مثيرة، شعاع تستعيد الحقوق المنهوبة تنطلق بالصدارة، ولكن الفايزة صامدة الفايزة صامدة على المقدمة. يا سلام التحديات مثيرة، الانطلاقات رائعة، ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء المتميز على هذا العرض الرائع. الفايزة على رأس الحربة بفارق رأس بفارق رأس، شعاع تحاول اللحظات الأخيرة، التحديات المثيرة. يا سلام يمع بن نافع الشدي المنصوري، ولكن شعاع شعاع تنطلق بالصدارة، شعاع تنطلق بالمقدمة اللحظات الأخيرة، ما شاء الله تبارك الله الأداء متميز. الفايزة وشعاع، الفايزة 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 في اللحظات الأخيرة فازت الفايزة. تهانينا ليمع بن نافع الشدي المنصوري على فوز الفايزة بالمركز الأول. المركز الثاني شعاع لحميد بن سيف بن كعيب. المركز الثالث تصل في مهابة لسعيد بن سلطان بن مطر مرخان. المركز الرابع منصورة لمحمد بن صالح الحميري. والمركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام أيضا المركز الخامس بشعار حمد بن سلطان بن سيف المنصوري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى. نعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول الفايزة إلى خط النهاية، تقطع مسافة السباق في فترة زمنية مقدارها. هذه لحظات الوصول مشاهدينا متابعينا الكرام، 8 دقائق، ثانيتين وجزئين من الثانية. تهانينا لي مع بن نافع الشدي المنصوري. شعاع تصل مع المركز الثاني بشعار حميد بن سيف بن كعيب، بتاتي في فترة زمنية مقدارها 8 دقائق، ثانيتين واربع اجزاء من الثانية، بينما اللي وصلت مع المركز الثالث ثمان دقائق 7 ثواني وثمان اجزاء من الثانية. تهانينا لسعيد بن سلطان بن مطر بن مرخان على فوز مهابة مع المركز الثالث. تتواصل الانطلاقات مشاهدينا الكرام من هنا من أرضية